مرحبا، رح نحضر مع بعض وصفة فطر بالفرن مميزي جدا. كل اللي داقوها كتير حبوها. نحتاج 400 جرام فطر، منقشره ومنمسحه بمحارم المطبخ. رح أفرم نصف حبة بصل، ونصف حبة فلفل أخضر، بصينية الفرن منحط الفطر، نحشي بالبصل والفلفل الأخضر، منضيف زبدي، رشة ملح ورشة فلفل أسود، مندخله الفرن ليستوي الفطر، منضيف جبنة أشقوان على الوش ومنرجوه على الفرن لمدة 10 دقايق. وهيك الوصفة بتكون جاهزة. جربوها وألف صحة وهنا.